السلام عليكم أصدقائي محبي الأخبار والمعرفة، تحية طيبة لكم. يوم السبت الخامس من شهر يوني 2021، أهم أخبار ألمانيا. في هذا الفيديو سأجيب على سؤال يأتيني دائما: كيف أتعامل مع التنمر؟ كيف أتعامل مع الهجمات التي تأتيني من الفيسبوك أو من اليوتيوب عند بعض ضعفاء النفوس؟ كيف أتعامل معها؟ أيضا سوف نتكلم عن آخر الأخبار في ألمانيا، وفي آخر محور سنتكلم على خطة الحزب الأصفر الذي هو الحزب FDP، خطته مع الهجرة وخطته مع اللجوء. فلنبدأ على بركة الله. كثير من الأصدقاء يقولون لي: مارو، في بعض الصفحات بالفيسبوك تقوم بسبك، بشتمك، بالتنمر عليك، بعمل المستحيل من أجل تشويه صورتك. بعض الأصدقاء يقولون لي: هناك قناة مثلا في اليوتيوب، شخص يقوم دائما بالتنمر عليك، يخترع أسماء ويعمل تنابز بالألقاب كي يصغر منك، يسبك، يشتمك، ألا تؤثر فيك هذه الأمور؟ ألا يحزنك هذا الأمر؟ لماذا لا ترد عليهم؟ يا أصدقائي، أنا ليس عندي الوقت كي أرد على أحد، أنا ولله الحمد عملي وشغلي هو من يجيب عني. تعرفونني أول قناة منذ 10 سنوات ولله الحمد، أول قناة في ألمانيا، أول قناة تعمل الأخبار، أول قناة تعمل اللغة، أول قناة تعمل المعلومات. هدفي صادق، دائما صادق معكم، يعني عملي وصدقي هو من يجيب عني. أنا إنسان أيضا تربيت على عدم رد الإساءة، على عدم السب، على عدم الشتم، ولله الحمد أنا معي الله سبحانه وتعالى، وبعد ذلك أنتم معي أصدقائي، وهذا هو أكبر مكسب. وقناتي قناة صادقة، وتحليلاتي تحليلات واقعية وصادقة، لأنه عندي معرفة كبيرة ولله الحمد بالسياسة الألمانية، فلذلك أنا لا أرد على أحد، عملي هو من يرد علي. أنا لا أشتم أحد لأنه لم أتربى على شتم الناس، أنا لا أتنمر على أحد لأنه تربيتي علمتني أن لا أتنمر على أحد، أنا لا أعطي ألقابا سيئة أو تصغير لأحد لأنه تربيتي أعطتني أنه ممنوع علي أن أعمل هذا الأمر وأنه هذا الأمر لا يجوز. لذلك أصدقائي لا تقلقوا، الشجرة المثمرة دائما يتم ضربها وإلقاء الحجارة عليها، لأنه أصدقائي أخباري صادقة، ولأنه أتبع الصدق لذلك أتعرض للتنمر، وجوابي على كل الصفحات، على كل من يسبني، جوابي هو ما قاله الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. صدق الله العظيم. وأتمنى لكل من يسب، لكل من يتنابز بالألقاب، لكل من يسخر من قوم أن يتوب إلى الله. توبوا إلى الله كي لا تكونوا ظالمين. فلنبدأ بالأخبار. سجلت في 24 أتأثر صراحة عندما أقرأ كلام الله وأرى بعض صفات بعض الناس، لا حول ولا قوة إلا بالله، الحمد لله والشكر لله. فلنتمم على بركة الله. سجلت في 24 ساعة الأخيرة 2294 حالة، وتوفي 122 شخصا، وعدد الحالات الجديدة لكل 100,000 نسمة هو 26.3 حالة جديدة لكل 100,000 نسمة، وعدد الحالات النشطة هو 75,100. عدد الأشخاص الذين حصلوا على جرعة واحدة للقاح هو 36,695,899. وعدد الأشخاص الذين حصلوا على جرعتين هو 16,708,899.
مراكز الفحص الخاصة التي فتحت في ألمانيا بدعم من عند وزارة الصحة أصبحت تعمل صداع رأس للحكومة الألمانية بسبب النصب والاحتيال الذي حصل في هذه المراكز. ويوم أمس قامت السلطات الألمانية باعتقال شخصين أصدقائي ممن فتحوا هذه المراكز للفحص السريع وكانوا ينصبون على الدولة الألمانية في فاتورات. كيف ذلك؟ كانت وزارة الصحة الألمانية كي ترجع الحياة إلى طبيعتها سمحت للناس في ألمانيا أن يفتحوا مركزاً للفحص، وفتحوا فعلا مركزا للفحص، عملوا خيمة بوسط المدينة وكان الشخص يذهب هناك يعمل له فحص سريع ويحصل على وثيقة بأنه غير مصاب ويذهب إلى التسوق أو قضاء حاجاته. لكن تلك المراكز الخاصة بالفحص كانت تنصب على الدولة بحيث أنها كانت مثلا في يوم واحد تفحص لمئة شخص، لكن كانوا يرسلون فاتورة للوزارة بأنهم فحصوا لألف شخص، وعلى كل فحص كانوا يحصلون على 18 يورو من عند وزارة الصحة. عرفت وزارة الصحة وأصبحت الآن يعني فضيحة كبيرة، وبدأت الآن الدولة الألمانية باعتقال أصحاب مراكز الفحص النصابة. أصدقائي، سنمر الآن إلى موضوع ثاني. يوم أمس عرفت ألمانيا موجة عواصف قوية جدا ضربت مناطق متعددة في ألمانيا، يعني بعد الحرارة جاءت العواصف. في مدينة شتوتغارت بسبب العاصفة القوية التي ضربت شتوتغارت توفي رجل عنده 65 سنة كان يعمل في مجال البناء، بسبب العاصفة سقط وتوفي للأسف، تعازينا الحارة لأسرته. وأيضا بمدينة دوسلدورف بمقاطعة شمال الراين فيستفالن جرحت طفلة عندها 12 سنة، نتمنى لها الشفاء، جروح خطيرة بسبب البرق والرعد، جاءت لها ضربة من البرق بقوة كهربائية قوية ضربتها وهي الآن تعالج بالمستشفى، نتمنى لها الشفاء العاجل. خبر آخر على السريع، أعلنت شركة القطارات الألمانية دوتشو بان بارتفاع نسبة الركاب في الأسابيع الأخيرة، يعني الآن عدد كبير من المواطنين الذين يعيشون في ألمانيا رجعوا مجددا من أجل استعمال القطارات، لذلك هناك تفاؤل كبير بشركة القطارات بسبب زيادة عدد الركاب. أصدقائي، ومتفائلين أكثر لأنه اقتربت العطلة الصيفية ولأنه سوف تزداد الزيارات إلى آخره، يعني شركة القطارات فرحة بأنه الركاب بدأوا يرجعون إلى استعمال القطار. سنمر الآن أصدقائي إلى ما يخص الجيش الألماني. نعرف بأن الجيش الألماني سوف يغادر أفغانستان هذه السنة، لكن هناك قلق كبير وخوف كبير اتجاه المواطنين الأفغان الذين كانوا يعملون مترجمين للجيش الألماني في أفغانستان، وقالوا إذا ذهب الجيش الألماني فإن حياتهم ستكون في خطر مع حركة طالبان، لأن حركة طالبان تعتبرهم خونة. لذلك وافقت ألمانيا الآن على جلب 380 أفغاني كانوا يعملون مترجمين ومساعدين للجيش الألماني هناك في أفغانستان، وسوف يحصلون على فيزا للقدوم إلى ألمانيا، فقط يحتاجون أنهم هم بأنفسهم من يجب عليهم أيضا شراء بطاقة الطائرة. الآن سوف نمر إلى ما قاله الحزب الأصفر. الحزب الأصفر هو حزب FDP. الحزب FDP لمن لا يعرفه هو حزب يتواجد بالبرلمان وشارك في مجموعة كبيرة من الحكومات، حاليا هو يوجد بالمعارضة، وآخر استطلاع للرأي أعطى بأن حزب FDP الليبرالي يعني بين 12% إلى 14%، يعني هو قوة ناعمة بدأت تكبر في ألمانيا. من ينتخب على الحزب الليبرالي؟ من ينتخب على حزب FDP؟ وما هي أفكاره؟ وماذا يرغب أن يعمل مع اللاجئين والأجانب؟ الحزب الليبرالي هو حزب رأسمالي، يعني ينتخب عليه الأغنياء في ألمانيا، أصحاب الشركات، أصحاب المشاريع والرأسماليين ومن يحبون الاقتصاد والنمو الاقتصادي، يعني هو حزب رأسمالي أصدقائي. لكن هذا الحزب همه الكبير هو الاقتصاد وإنعاش الاقتصاد وتقوية الاقتصاد، ومن بين أفكاره أيضا عنده أفكار جد متسامحة مع الأجانب ومع اللاجئين، هو يحكمه السيد ليندنا. من بين أفكاره هو أنه إذا وصلوا إلى الحكم
أصدقائي يرغبون بأن الجنسية الألمانية تصبح في 4 سنوات، بحيث أنه بعد 4 سنوات المجتهد في ألمانيا يحصل على الجنسية الألمانية. وما أثار انتباهي وما أثار الإعلام الألماني هو تصريح واحد من قادة هذا الحزب، حزب اف دي بي الليبرالي، السيد كريستيان دور، الذي قال: ألمانيا بحاجة ماسة إلى 500 ألف مهاجر سنويا إذا رغبت ألمانيا بالحفاظ على نفس النمو والاستقرار والانتعاش الاقتصادي الذي تعيشه اليوم. يعني السيد كريستيان دور وحزب اف دي بي ومجموعة كبيرة من الأحزاب يقولون بأن ألمانيا تحتاج إلى مهاجرين، ألمانيا دولة هجرة، ألمانيا تحتاج إلى نصف مليون مهاجر إذا أرادت أن تبقى على نفس النمو الاقتصادي الذي تعيشه حاليا. وقال السيد كريستيان دور، رجع وقال: إنها ليست بحسبة رياضية معقدة، إذا رغبت ألمانيا بوقف التدين وحماية النظام الاجتماعي وملء خزينة النظام الصحي والتقاعد والعطالة فتحتاج ألمانيا إلى مهاجرين. وقال: ألمانيا في سنة 2019 دخل لها 320 ألف مهاجر، وقال: حاليا نحن في حاجة إلى نصف مليون مهاجر سنويا. وانتقد حزب الاف دي بي، حزب اف دي بي، سياسة الحكومة الألمانية الحالية، وقال: كارثة لألمانيا أن يتم ترحيل المجتهدين في المدارس أو العمل، فهذا يظهر بأن ألمانيا كدولة أصبحت دولة الهجرة. يعني هو ضد أن أي إنسان مندمج في ألمانيا يتم ترحيله. وقال أيضا السيد كريستيان دور: الهجرة إلى ألمانيا يجب أن تصبح عن طريق عقود عمل إلى ألمانيا من أجل القضاء على اللجوء. وقال أيضا: لا يعقل أن ألمانيا فيها لاجئين لا يسمح لهم بالعمل. عمل. يعني هو مع انه اللاجئين الذين عندهم رفض او عندهم دلدنج ان يسمح لهم ايضا بالعمل كي يخرجوا من صفة اللجوء ويدخلون الى صفة يعني مواطن، صفة عامل او عمل. كما يقول بانه اليمين المتطرف يحاول إخافة الشعب الألماني ويقول لهم: اللاجئون يسرقون لكم عملكم والمهاجرون يسرقون لكم عملكم. قال لهم: لا 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 لا، قال لهم: راه سوق العمل، سوق العمل ليس كقطعة كعكة نقسمها بيننا، ليس هكذا سوق العمل. قال لهم: سوق العمل هو كقطعة كعكة يتم عجنها ويتم عملها ويتم عملها كل سنة. يعني هي قطعة كعكة تتجدد وتعمل كل سنة. إذا سوق العمل هو فرص عمل جديدة تخلق كل سنة وتنمو كل سنة أصدقائي. ويرغب بإعطاء حق العمل للاجئين كي يخرجوا من صفة اللجوء. يعني نلاحظ بأن السياسة الألمانية والانتخابات التي سوف تكون بالشهر التاسع، كل الأحزاب كلها أحزاب متسامحة وترغب ببرامج رائعة للهجرة وللجوء ومتسامحة جدا. لذلك لا تخافوا ولا تقلقوا ولا تهتموا للأكاذيب، لا تهتموا للإشاعات وقنوات التخويف ونشر الفتنة التي تفرح من أجل تخويفكم، اعملوا لها إلغاء متابعة ولا تتابعوهم أصدقائي. هذا جد مهم من أجل نفسيتكم. الانتخابات ستكون بالشهر التاسع، كل الأحزاب متسامحة وكل الأحزاب تعترف بأنه لا نمو في ألمانيا سوى مع مهاجرين، لا اقتصاد ولا تنمية اقتصادية في ألمانيا سوى مع مهاجرين. ألمانيا تحتاج إلى نصف مليون مهاجر، وكل الدول تعمل بهذا. كندا تجلب مهاجرين، فرنسا، أمريكا، الصين غيرت سياستها مع الهجرة أصدقائي. الصين كانت قانونيا للعائلة الصينية يسمح بطفل واحد، بعد ذلك غيروها قبل سنتين وبعد 5 سنوات وقالوا كل عائلة صينية مجبرين أن ينجبوا طفلين. قبل 3 أيام غيروا القانون وقالوا كل عائلة صينية يجب أن ينجبوا 3 أطفال كي نحافظ على النمو الاقتصادي. يعني حتى الصين أصبحت تجبر شعبها على إنجاب 3 أطفال. يعني النمو الاقتصادي لدولة هو بنمو اليد العاملة فيها، فلا تهتموا للذين دائما يحاولون أن يسودوا الأمور أمامكم أصدقائي. شكرا لكم، السلام عليكم، إلى اللقاء.